سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين المهمات الوليدات؟ كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ كي داير اموركم؟ هانين ناشطين ماشطين الحمد لله. نبداو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه الصلاه والسلام. المهم احنا ديالي جبنا مجموعه من النهار ديالي، شاركوا النهار ديالي والغديوه ديالي، خليكم معايا متشوفين. المهم قلت لكم مرونه، والله الا مرونه داكشي علاش غادي ان شاء الله غادي ندوز ندير واحد شويه الفلفله، شويه الفلفله ومطيشه والبنجال والتشومه يتشوا حليا، عاد نبدا في الماء نشللو. غادي ندهنهم بالزيت، الطريقة تجي زوينة، تندير الشلاضة و البنجال غنديرو زعلوك. البنات بغيت ندير واحد شويه، ندير معكم الغداء ان شاء الله، ندير واحد شويه تقليه، ندير على الغداء ندير واحد شويه الزيت، غير واحد شويه مع التقليه سلقاها نص سلقه باش تحيد منها ديك الشحمه ديالها. ها هي البنات، انا سلقه نص سلقه باش تحيد من هذيك الشحمه والزفوريه اللي فيها. دابا غادي ندوز ندير هاد الشحه، ندير هاد الشحه وندير معاها البصله. هنا عندي جوج بصلات مشلضين رقاقين، غادي نحط فيها واحد جوج ريوص ديال التومة دابا، و جوج ريوص بلاتي تاني تنعاود ملي نبغي ندير فيها الزيتون و الحامض، هاد ندير فيها تاني. دابا حكيت فيها تلاتة طريوصة ديال التومة، هنايا عندي قزبرة معدنوس و مطيشة جامدة
الماطيش ديال الحكمه نديرها جديده. ندير الفرع طيه ونخليها تشحن مزيان باش تشرب العطريه. عندي هنايا تحميرة أو بابريكا، وعندي معلقة ديال البزار معمراش بزاف صغيرة، وعندي هنايا قزبر حبوب ياك واخا جا نكتر منو معلقة كبيرة، وعندي هنايا واحد شوية مروزية وبسيبيسة معلقة صغيرة، هادي هي صغيرة، عندي سكينجبير معلقة كبيرة، عندي الخرقوم البلدي والكركم معلقة كبيرة، والملح على حساب الذوق حتى خاصني راه نزيد. عندي واحد الضامه ديال الزعفران ها هي غنديرها حتى هي صافي، غنخليها تشحر في هاد العطريه هادي حتى تشحر مزيان عاد ندوز باش ندير ليها ندير واحد نص كويس ديال الماء باش متحرقش ديال العطرية. دابا غادي نخليها تشحر مزيان، كيما تشحرت ليا فهاد العطرية مزيان هي البنات تشحرات مزيان. دابا ندير فيها واحد وريقة سيدنا موسى جابتهم ليا بنتي من الحانوت مع العطار، وجابت ليا حوض مصير غادي نقرب فيها نصيص، والنص الاخر نخليه حتى نعاود نحلها المره الجايه باش عندي فيها مطيشه ديال الحك، ونزيد هاد الثومه غتشحرش مزيان البنات. مليحه ما نقولش لكم عاطيه فيها، ها هي البنات دابا غادي نسد عليها و ندير الطيب. هما البنات ضربو لي شويه الفران و مطيشة باغا نديرهم شلاطة و تشومة تاهي شويه و هاد الدجاج تاهو دابا غادي نقيهم و غنصايبو تعلوك و تفران. يلاه جبدتها من سيرة باش نتنقاها هي بلا ما بلا ما نديرها في باطا ولا ميكا و والو، ساهلة تنديرها عيب واحد شويه هي الزيت تندهن عايد ليا شوية الزيت على جوج ليرة في شكة شوية كتسقطر، هي هديك الزريعة هي تكبر لها القشرة الراسخة، يا البنات تنقرا لك الفلفلة باش تديرها في التلاجة تبرد هي ومطيشة تجي هاد الشريدة زوينة البنات. تنديرها دائما تتعجبنا و تتعجب البنات كاع لي جا عندي تتعجبها. لا لي داق
Yaptılar da üstü böyle bir tarafa yaptılar da üstü böyle. Ne çelik çoğumadık taşı dayısıyaç. Bir çoğuma çoğuma çıkıyor. Çok kanatım mağaha. Hakkı dayıza sıkha. Sarı hacı cihzeyle bedir. Mağaha çoğuma 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 çoğuma. هي البنات دابا غندخل الثلاجه باش تبرد ليا كتبرد عاد باش ما نحطها عاد باش نصايب ليها شويه البزار وشويه الزيت وهنايا البنجاه القراطه والثومه حكيتها والقزبره مع النص و والفلفل شويه قرطه طريفه صغار ومعطيش صافي دابا غنديرو الشحه البنات درت الزعنق يتشحر دابا غادي ندير ليها شويه الملح انا ما تنديرش فيه العطريه اللي فيها غير التحميره الصلصه والكمون والقزبر قزبر حلو والكمون الزويته صافي نخليه يتشحر يعني مزيان باش منديرش فيها لا بزار لا غير هذا دابا غادي نقص ليه البوطا ونخليه يتشحر على خاطرو نزيد البنات شوية واحد ربيع ديال الحامض مسير والزيتون بقى مقطع راهو نديرها تبدا وتبقى خير واحد هيدا تصافي تبقى لو تطفي عليه عاد تنديرها تيجي غزال تيعطي الزعنق بحال قلنا البنات تقلية طابت دابا غادي نزيد واحد الرويز ديال التومة غادي نزيد غير واحد شوية دابا طيب واحد شوية صافي ونحيدها عندي هنايا هاد جوج دامات ديال المعطيش ديال الحك هاهو معايا و نص حامضة و الزيتون درت ليه شوية الما طايب عاد حيدتو باش ميطلقش ليا ديك الملوحة الزيتون بالعظم و غادي نزيد عليه واحد الكويس ديال الما طايب والحامضة قطعوها طريفات طريفات كدوك كبارين باش مي ميدوبش ليا
دابا غادي نزيد واحد كويس ديال الماء طايب ونخليه دابا طيب باش ما يجينيش فيها. نزيد واحد شويه الماء طايب صافي وغادي نعاود نسد عليها. غادي نزيد واحد شويه كزبر حبوب وشويه البزار غير شي شويه وشويه مرازيه صافي. غادي نزيد عليها واحد قطيره ديال الزيت زدت واحد شويه العطريه. دابا غادي نزيد عليها واحد الخويطه ديال الزيت حيت انا كنقول لكم التقليه هذه ما يدناش سالقاها في الماء باش تحيد لنا داك الشحمه صافي. دابا غادي نسد عليها غير واحد شويه اصلا طايبه صافي ونطفي عليها. البنات ندوزو نحطو الجرغديمه ديالنا نحطوها دابا طابت وندوز ندير الشلاضه شويه غير واحد شويه البزار غير رويز ديال المعلق والخل مليحه شويه الملح جات سلطه البنات زوين وحشومه ومطيشه وشويه وصفران شويه وغنضيف واحد شويه كزبر حبوب. غنضيف فيه واحد شويه كزبر حبوب كيعطيه زوين البنات مع نتيجه غزاله البنه ديالها. الطايره ديال الزيت انا مشيت باش ندير فيها الزيت مابقاش عندي زيت البلديه مجهول تنديرو في الشلاضه انا مابقاش عندي. هاهي البنات تجي غزاله البنات هاهي البنات هاهي البنات تقلية طابت تبارك الله كيفاش جات البلول ديالها الدغميرة ديالها تبارك الله كيفاش جات جات غزالة البنات ولذيذة بنينة. غادي نحطو دابا ندوزو نتغداو منقولش ليكم على البنة والله إلا جات غزالة البنات. نحفظ هاد الوريقة ديال وريقة سيدنا موسى نتمنى من الله أن هي عجبكم وين الرياضة ديالكم وإلا عجبكم هاد الفيديو متبخلوش على ختكم سعاد بالبصيمة واللي باقي مشتاركش اشترك فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الحبيب ديالي يا أحسن عائلة تنبغيكم وتنموت عليكم الحبيب ديالي. نتمنى من الله هاد الغديوة ديال ختكم سعاد تعجبكم. يلا البنات واللايك ما تنساوش اختكم هي الغديوه ديالنا البسيطه المتواضعه شاركتها مع الحبابات ديالي والشلايضه ديالنا البنات ما نقولش لكم حتى هي كيفاش تجي. لازم نقرب لكم والشلايضه ديالنا حتى هي تجي غزاله البنات بديك الطريقه ديال المشويه وهز علوك ديالنا حتى هويا يجي زوين تاهو مشوي في الفران. يلا الحبيبات ديالي بالسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي وما تنساوش البنات عاونوني بالبارطاج واتساب فيسبوك علاش لا مع الاهل والاحباب باش تعملوا فائدة وتعاونوا اختكم سعاد حتى هي. الله يسهل عليكم ويسر اموركم.